هاني العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا للإنشاء ومصر إيطاليا للتنمية السياحية موسى كوست وجمعية عيون موسى لتنمية جنوب سيناء، رئيس مجلس إدارة جمعية الحفاظ على البيئة والأعشاب الطبية والخيول العربية والرفق بالحيوان، من أكثر المهتمين بالسياحة العلاجية في مصر، وبينجلي ذلك فقرية موسى كوست ويطلق عليه لقب فيلسوف المطورين العقاريين. ومكملين معاكم الحلقة، والنهاردة بنرحب بالمهندس هاني العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا. برحب بحضرتك جدا. أهلا وسهلا. يعني أنا سعيدة أن أنت معايا النهاردة خلال حلقة برنامج نختار صح، ويعني حابة نتكلم في الأول عن السوق العقاري. تحت أمرك. رأيك إيه في السوق في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي؟ يعني هو السوق العقاري في مصر يعتبر من الأسواق الكبيرة والعالمية وأقوى سوق يمكن في المنطقة كلها أو في الشرق الأوسط، لأنه هو مبني على حاجتين، مبني على الاحتياج والعجز. والدولة دلوقتي بتقوم بمشاريع قومية كبيرة ذكية، يعني هي بتبني حاليا 15 مدينة ذكية وكلها مدن كبيرة. ده من ضمن خطة طموحة اللي هي خطة 2030، إن مصر توصل بالجزء المعمور إلى 14% في 12 سنة بدل 7% الآن. فده إرادة وطموح قوي وتخطيط جامد قوي وكبير. وإحنا دلوقتي أنا بعتبر إن إحنا حاليا في عصر النهضة، يعني التاريخ والأرقام لا تكذب. سنة 1867 الخديوي إسماعيل كان حاكم مصر، زار باريس، كان بيزور نابليون بونابرت، فشاف باريس جميلة فجاب مهندس مجتهد قوي هناك كان مشهور في ذاك الوقت اسمه هاوسمنت. وهاوسمنت جاب معاه مهندسين من ألمانيا ومن إيطاليا ومن بلجيكا ومن فرنسا طبعا، وخططوا في مصر من كوبري قصر النيل لغاية العتبة 50,000 فدان. وكانت القاهرة أجمل مدينة في العالم، كانت مزار لكل أوروبا ولليابان عشان يعملوا زيها. ومن هذا الوقت إلى الآن ما تعملش حاجة جديدة لها قيمة مدروسة بالتخطيط المطلوب، يعني حوالي 150 سنة. فدلوقتي صدر قرار عبقري، يعني كمان 150 سنة هنحكي القصة زي القصة الجميلة اللي انت حكيتها. احنا في عصر النهضة، مش انت هتحكي حاجات كتير قوي، ده منها دي، يعني القرار العبقري بإنشاء مدينة عاصمة إدارية جديدة على 192,000 فدان. أنا شايفة إن الناس لسه مش فاهمين العاصمة الإدارية الجديدة. أنا بقول لسه مش فاهمينها. أنت عارفة دي معناها إيه؟ قد القاهرة 4 مرات، أكبر مشروع قومي في العالم، وهي مدينة ذكية. ذكية يعني معناها حديثة، تستخدم وسائل التكنولوجيا أو وسائل العصر. أديكي مثل تخطيطها كمان، يعني هي ليها 3 عبقريات. قرار إنشاء المدينة ده قرار عبقري، وقرار التنفيذ مش بسهولة يتخذ لأنها الحجم ضخم جدا، فهو قرار قوي يتخذه بطل، يعني واحد عنده بعد نظر وعنده رؤية قوية يعني كده. وكمان الموقع عبقري، يعني المكان عبقري. انت لو بصيتي على الاقتصاد والاستثمار في مصر متجه شرقا، شرقا يعني المكان ده، فأصبح الموقع عبقري. كمان الموقع دوت يحضه طريقين دوليين، طريق دوري اللي هو السويس، طريق دولي ده من ناحية اليمين، ومن ناحية الشمال الطريق العين السخنة طريق دولي. فأصبحت
امتداد السويس هو منطقة راس سدر البيتش من عين موسى لغاية حمام فرعون 150 كيلو. أصبح شاطئ العاصمة على بعد خطوة منك. شوف عبقرية المكان. ومن ناحية الشمال طريق العين السخنة طريق دولي، وأطبعت العين السخنة من العين السخنة وخط الزعفرانة 150 كيلو. أصبحت العين السخنة شاطئ العاصمة على بعد خطوة منك. إمتى الناس هتستوعب المشاريع القومية الجديدة؟ إمتى؟ الناس تستوعب؟ ده في احتياج وعجز، ما هو عبقرية التخطيط اللي هي التالتة بقى. التخطيط عبقري مبني على حاجتين، الاحتياج والعجز، وتعمل في أكبر بيوت خبرة في العالم، فطلع يعني أجمل تخطيط يمكن في العالم في الوقت الحديث. أنا لما شفته بقيت مبهور، قلت ده هيكون عندنا في مصر، وبقى عندنا فعلا من تخطيط الشوارع للخدمات للتانل، اللي ده التانل بتاع الخدمات تخش فيه سيارة تمشي تعمل صيانة، يعني حكاية بقى الحفر والردم دي انتهت. فهي مدينة ذكية بمعنى الكلمة، وتخطيطها راقي قوي وتخطيط جاذب. فهي فيها ثلاث عبقريات حلوة، من التخطيط للموقع للقرار إنشاء هذه العاصمة، فهو أكبر مشروع قومي في العالم، وفي 15 مدينة ذكية تانية تحت الإنشاء حاليا كلها مدن ذكية، منها مدينة العالمين 48 ألف فدان، مش حاجة بسيطة، على البحر بيتش بتاعها حوالي 14.5 كيلو، خدمات ما لا نهاية، معمول اتبنى دلوقتي خلاص 25 طور، كل طور فوق ال 40 طاب، كلها حاجات ذكية، كلها حاجات حديثة. فنحن في عصر النهضة، فهو السوق العقاري هو بعتبر انه أقوى سوق عقاري في العالم كله، هو موجود في مصر، وهو في فرصة متاحة للمصريين وفرصة متاحة لغير المصريين انهم يشتغلوا في مصر، لان الاستثمارات مضمونة. مصر دولة آمنة ودولة حاضنة، يعني احنا لو خدنا التاريخ، انا زي ما قلت لسعادتي التاريخ لا يكذب والارقام لا تكذب، فمصر دولة آمنة ودولة حاضنة بطبيعتها. يعني هديك أمثلة، اللي عمل مصر الجديدة كان البارون إمبال وهو بلجيكي، اللي عمل مدينة المعادي هي شركة فرنسوية. في العصر الحديث اللي عمل سيتي ستار شرباتلي وهو سعودي، اللي عمل مول مصر الحقير وغير مصري، اللي عمل كايرو فيزيتال وهي مول عالمي ماجد الفطيم هو من دبي او الخليج. فمصر بتستجذب المستثمرين من خير، لا ده هي دولة طبيعية آمنة وحاضنة بالظبط. يعني هديكي مثل موجود حاليا، احنا عندنا دلوقتي فوق ال 16 مليون أجنبي مقيمين في مصر، إقامة مستمرة. يعني لو حصلت، لما حصلت مشكلة في العراق أهل العراق جوا مصر، لما حصلت مشكلة في سوريا أهل سوريا جوا مصر، طب لما حصلت مشكلة في ليبيا جوا على مصر أهل ليبيا جوا مصر، وهكذا حتى في اليمن، حتى في أفريقيا. فهي مصر، هي دي مصر، دولة حاضنة وآمنة، فهي فرصة متاحة ولها قيمة لكل من يعمل فيها في الاستثمار. هي حاضنة في كل حاجة، حتى في الثقافة، حتى في الفن، حتى في الطرب، في كل شيء يعني. فهي الفرصة متاحة، يعني أنا بعتبر إن مصر للاستثمار هي الفرصة المتاحة في الوقت الحاضر، فنحن في عصر النهضة. احنا في عصر النهضة فعلا. طيب خليني أتكلم برضو وأعرف منك آخر تطورات في غرفة العقارات. غرفة التطوير العقاري هي غرفة مهمة جدا
لأنها بتراقب المهنة في مصر وبتحافظ عليها وبتطورها، يعني هو اسمها يدل عليها، هي بتطور المهنة في مصر. وقمنا بحاجات كتير قوي لتطوير المهنة وخدمة الدولة، منها مثلا ان احنا عملنا للغير مصري لما يجي يشتري وحدة عقارية في مصر بسعر معين ب 200 ألف دولار أو ب 300 ألف دولار أو ب 500 ألف دولار ياخد إقامة سنتين أو ثلاثة أو خمسة، وطول ما هو مالك يعني هو الإقامة مستمرة بتجدد كل خمس سنين. ده خطوة كانت رائدة، خلت أجانب كتير قوي عندهم سعادة وعندهم فرحة بالقيمة دي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، صنفت المطورين العقاريين، يعني بدل ما هي حاجة عامة خلتهم مصنفين بمعايير، مطور عام وهو قادر على التنمية وله معايير جامدة وصعبة، يعني انه يكون اكتر من 15 سنة خبرة وباع باكتر من مليار والصحيفة بتاعته كلها مشرفة وعنده الدراسة وعنده الملاءة الفنية وعنده الملاءة المالية، بالمعنى ان هو عنده قدرة على التنمية، هو ده المعنى النهائي يعني، بس ليها معايير. وفي مطور وفي مطور مبتدئ، فعمل التلات تصنيف. اشرحي لنا ايه الفرق بين المطور والمطور المبتدئ؟ المطور العام انا قلت لك صفاته، المطور هو الاقل من كده، المطور المبتدئ هو اللي بينمي في الحدود خمسة فدان، الحدود الصغيرة خمسة فدان 10 فدان، اللي بين المطور الصغير والمطور العام ده مطور. تمام. وهو طبعا المطور الصغير لما بينجح بيبقى مطور، المطور العادي لما بينجح ويستمر ويجتهد بياخذ الخبره بيبقى مطور عام، والمطور العام يعتمد عليه زي وزي يعني، هو ده يبقى براند. شايف ان في مشاكل في قطاع العقارات دلوقتي؟ هو احنا في حركه انتقاليه في مصر، يعني ألف سنة 16 حصل تعويم للجنيه المصري، التعويم دوت هو ده حدث مهم، يمكن من يعني أحسن حدث حصل في الإصلاح الاقتصادي، كان يجب يحصل من 20 سنة فاتت، بس هو في النهاية هو حصلت حادثة اكسيدنت كده، غيرت حاجات كتير قوي، غيرت قيمة يعني الجنيه المصري، فكان الجنيه اللي بيجيب 10 حاجات بقى يجيب 5، فطبعا ربك السوق، من ضمن ارتباك السوق العقاري ارتبك، في ناس ممكن يكونوا خرجوا من السوق وفي ناس استحملوا وعدت معهم، وحصل فعلا زي ما انت قلتي مشكله، ولكن المشكله ديت في جهات كتير ادركتها، زي شركتنا مع المقاولين وزي الدوله مع المقاولين ادركنا يعني، ففي حصل مشكله واتحلت، ولكن هو كانت في مشكله، وهو السوق دلوقتي مستقيم ومستمر ومتزن يعني مفيش، وفي تطوير كمان في الدوله كلها ومن الغرفه، احنا دلوقتي بنعمل مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، ده المشروع دوت هو تطوير اصلا للمهنه كلها من الالف للياء، وهو هيحافظ على المهنه وهيطورها، ومشروع فيه كل الحاجات الحديثه زي ما انا قلت لسعادتك فيها، تصنيف المطور العقاري، فيها معايير التنميه، فيها المشاريع القوميه، فيها مشاركه الحكومه مع المطورين العقاريين ومع القطاع الخاص، فيها السجل العيني، يعني هو فيها العقود المتزنة، يعني هو مشروع قانون خد مجهود مننا كبير قوي، اجتمعنا مع معالي رئيس الوزراء 3-4 مرات، وإحنا كمستثمرين اجتمعنا مرات كتيرة قوي، والغرفة غرفة التطوير العقاري اجتمعت مرات عديدة ومستمرة، وحتى الشعبة العقارية برضو نفس الشيء. المهم طلعنا في الآخر
بمنظومة حلوة اللي هو مشروع القانون، وهو دلوقتي في سلمناه طبعا لمعالي رئيس الوزراء، وهو دلوقتي في مرحلة صدوره، هيتناقش في مجلس الشعب مناقشة أخيرة. احنا اتناقشنا في مجلس الشعب يعني جلسات كتيرة، ولكن هو دلوقتي هيتناقش مناقشة أخيرة وهيصدر القانون. فهو المهنة بخير، المهنة قوية وبخير يعني. ودايما ما قلت لسعادتك احنا في عصر النهضة، فهي يعني بالعكس يعني هو ده اهم طيب ليها يعني. انا حابة اشكر حضرتك جدا في وجودك معانا النهارده، وان شاء الله هنبقى معاك في مشروع من المشاريع على ارض الواقع. انا تحت امركم في اي وقت، والبرنامج بتاعك من البرامج الناجحة، واللي هي انا بسميها كده سمايل كده، دمها خفيف وخفيفة على المشاهد ونجحة ووصلة لكل الناس يعني. يا رب شكرا. إن شاء الله بشكرك. تشاهدون بعد الفاصل مواصفات ومهارات البائع المتميز في مجال العقارات مع رامي كمال.